Bonjour à toutes et à tous mes amis, aujourd'hui on va préparer un plat tunisien, c'est le keftij. Les ingrédients pour préparer notre plat, alors il me faut des œufs, des tomates, pommes de terre, des oignons, des poivrons verts et d'huile d'olive, pas grand chose, l'équivalent de 5 cuillères d'huile d'olive, les épices, alors il me faut ras el hanout, de l'ail, poivre noir et de sel et un peu d'harissa si vous souhaitez qu'il soit piquant. اهلا بالاصحاب والاحباب اليوم باش نحضروا كفتيجي كفتيجي تونسي غني على التعريف تونس معروفه بالكفتيجي ومعروفه بالملوخيه والسلطه المشويه والتسطيره اليوم انا مش حضرت كفتيجي مي نتاع ناس يعملوا ريجيم كفتيجي في الفول الريسيت هذه في العاده نحضرها مقليه مي اليوم باش نوريكم كيفاش نحضرها في الفول واقل زيوت واقل قلق وخاصه اقل قلق خاطر القليان يقلق الصراحه وما هوش باهي زاد للصحه وتخص الرسيت هذه جماعة اللي عملوا رجيم ما يحبوش القليل سيت غوسيت تو اون برانسيب ميزامي اون لو بريبار على فريتور تو على فريتور لا اجوردي جو فو مونتر سي كافتيجي او فور مي با دي فريتور سوف بور لي زو وعنا كان البيض بركه باش نقلوه في الزيت وما كثروش نقلوه قليل خفيف في ساعه في الزيت باش نحطوه مع الكافتيج بتاعنا نقصوا الخضره هذيك كل مرسوات صغار ونرجع لكم On va couper tout en petits morceaux, pommes de terre, des oignons, tomates, tout des petits morceaux. Après, on va voir la suite, mes amis. Et on commence tout d'abord par les pommes de terre et les oignons. On peut le sel et la patate, on met le plateau. On met les carottes. Le café, j'ai carottes. Morceaux de sel. وفي الرسيت هذيا بالذات الكفتيجي تكثروا لهم تكثروا شويه البصل يعني البصل علاش هو باش يتخلط مع البطاطا وخاطر البصل يسيب الماء ويطيب لكم البطاطا في الفرن هذاك علاش نكثروا منه اكثر شويه كي العاده يعني في العاده نقلوه البصل اللي فما ناس ما تعملوش بكل في الكفتيجي انا الحقيقه نعمل في يبدا مقلي بنن الكفتيجي بتاعي مي لا في الفرن نحط اكثر بصل De préférence, il faut mettre deux oignons, par exemple, pour 5 personnes. Pour mon plateau, je mets deux oignons. Voilà. Et le psalm de terre, il faut tout le lini, ma patata. Bonsoir. Voilà, mes pommes de terre sont coupées des petits morceaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va prendre un peu de l'ail, les épices on va mettre. Voilà en premier. Je mélange, j'ajoute de la harissa. Hop la harissa ou le fer, choya, on va aller le fer, je vais faire un peu de Hop le zit zitouna. Zit zitouna, hâtit maqdar, 5 mbarak, on va zit zitouna. Khalat, bilde, bilde. تاخذ البطاطا والبصل نغرفهم بالكذا من التفاح باش تجيكم بنينه ومنتو باش تعطي الهريسه تعطي بنا البطاطا وتسيب كل ماء شويه باش تطيب البطاطا نتاعكم كومي فو هي والبصل واللي طاب هذه راهي مهمه برشا باش الكفتيجي بتاعكم يجيكم بنين يجيكم طايب بالكذا البصل راهو هو اللي مش يطيب لكم البطاطا زي ما كنت عامل بطاطا البصل مع البطاطا وانا مستيسه نعمل قرع الاحمر الحقيقه اليوم مانيش باش حاضر لي بالقرع الاحمر باش حاضر كيف تيجي من غير قرع احمر هو راهو باش يجيكم زاد بنين برشا كي تحطوا فيه القرع الاحمر دابيتيد مي زامي جو مي دي فورش افيك سيت روسيت لا سي تري بيان ميتنو اون فا كوبي لي بوفرون ايتاب باغ ايتاب وشنو اللي مش يطيب لنا الفلفل هو الطماطم مش نحطوها في الماء الطماطم هي اللي مش تهبط داك الماء نتاعها ماذا بيكم الطماطم خذوها قاصحه شويه قداش شكل تبدا طايبه ياسر باش نعمل بيها كيف تيجي لا بالعكس تاخذها خاطر هي مش تدخل الفور باش تتحمل الطياب وإذا كان حطيتوا الفلفل الحار وزعوه معناها خلطوا معناها باش يكون بعد كي تجيو تخلطوا الفرتيج نتاعكم تخش تخلطوا خاطر هو طايب ديجا يبدا يتعجن يعني وزعوه الفلفل الحار باش من بعد تجي تقصوا البيض وكهو تخلطوا شويه وكهو ما تبقوش تخلطوا ماشي جايين
نحوة سريعة بالفلفل. الفلفل كملناه سيء. توا ناخذ الطماطم، ماذا بكم الطماطم تكون قاسحة شوية. كوبي الطماط. Avant de mettre mes tomates, maintenant je mets tous les épices. Comme la fin de la taille. Reste le thoum, le banane comme le café. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. قصة طماطم نحطو طو طماطم نزيدكم طماطم نطمه بالداء راهي هذيك مش طيبلكم. زاد البطاطا عندها دور كبير في الفور، تعرف الفور شيح الحاجات سي تري امبورطون. فوالا اون فوا لو ميتر او فور à peu près plus que 40 minutes. نحطوه في الفرن اشعل بطاطا وقت تشوف البطاطا طابت راه كل شيء طاب برينسيب. نحطها مدة 40 دقيقة هكاك في الفور. maintenant on va préparer les œufs. توا نمشي نقلو البيض نتاعنا كيما تشوفوا. والروسيت هذيا كل واحد كيف يعني مش نحضر برشا، مش نحضر خمسة من الناس. خذيت خمس كعبات بيض شكري كو 5 اوف. Et ça dépend de la quantité que vous allez le préparer. Qui m'a trouvé le café, j'étais en retard. Ça y est, c'est cuit. Voilà, mes pommes de terre, c'est cuit. Là, je coupe mes œufs. نقص البيض هذاك حضرته، ناخذ زوز كيكل نقص بهم، وهذه هي الطريقة نقص بها الكفتيجي التونسي. نقص البيض ناخذ توا الكفتيجي تاعي. بطاطا كيما ريتو طايبة امبيكابل. اي جو ميلونج ديليكاتمون، فو با ترو ميلونجي. بالطريقة هذيا تخلطو بشوي بشوي، حتى تخلطو الخليط نتاعكم، خاطر البطاطا مكانش تعجن. نزينوها بكعيب عظام وزيتون كبار، أنا مش نزين بكل دول، ربع بيض في الوسط وكهوة، وأنتم تنجموا تحطوا زيتون، فو بوفي أجوتي دي زوليف، دي كابخ، فو ديكوري فوطخ أسيت كوم فو سويتي كوم فو فولي. كما تشوفوا صحابي وحبايبي الكفتيجي نتاعنا حضر الكفتيجي في الفور الطحون الاخر ما نحكي لكمش. زيدوا تحطوا معاه خبز عربي اذا كانت نجموا، وفطور والعشاء طحون يسر، خاصه يخلط الحقيقه يصلح فطور. والصغيرات يحبوه الروسيت هذيا وما تتكلفش بكلك مريتو، ما تكلفش وما فيهاش حكايات ياسر زيوت والقليان. جيس كعبيات البيض قليتهم في الزيت خفيفين زيد مش في زيت كبير. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها. ما تنسوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدي نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله نقابلوا في روسيتنا احسن وخير يا ربي وبسلامه. فوالا ميزامي كوم فو فو فو
mon plat tunisien, il est magnifique, je vous assure, il est très très bien. En plus, pour les gens qui font des régimes, ils ne veulent pas mettre beaucoup d'huile ou la friture, ils n'aiment pas la friture, c'est très bien. J'ai mis un peu d'huile d'olive. Si vous voulez éviter de mettre d'huile d'olive, mais on est obligé des fois de mettre un petit peu. J'espère que cette recette, ça vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner. Et merci beaucoup et à bientôt.